وفاة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم الأموي خامس ملوك الدولة الأموية في الأندلس. ولد ونشأ بقرطبة، ولاه أبوه على سرقسطة، وشارك معه في الحروب في بامبولنا، كما عهد إليه بالقضاء على ثورة موسى بن موسى، ولي الملك بعد وفاة أبيه، فأخمد عددا من الثورات في طليطلة وماردة وتطيلة وسرقسطة وثورة عبد الرحمن بن مروان الجليقي. وفي أواخر عهده ثار عمرو بن حفصون في ريا، خاض عدة معارك مع الإسبان وانتصر فيها. كان كثير الإحسان للرعية، وكان بنو مدرار بسل جماسة ومحمد بن أفلح صاحب تهرت يطلبون نصحه في معظم أمورهم. عرف بحبه للأدب، فجمع حوله الشعراء والعلماء مثل عباس بن فرناس وابن عبد ربه وغيرهم. توفي في قرطبة عن عمر ناهز 64 سنة.